أعلنت شركة نفط البحرين بابكو تحقيق إنجاز تاريخي كبير باستكمال مشروع خط الأنابيب الجديد والذي يربط بين البحرين والسعودية، مع بدء وصول أول كمية من النفط إلى خزانات مصفاة البحرين في أعقاب التنفيذ الناجح والآمن لجوانب المشروع وأنشطة ما قبل التدشين على مدار الأسابيع القليلة الماضية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال فريق عمل متكامل من المقاولين تحت إشراف شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين بابكو، كما يعد هذا المشروع الأضخم لشركة بابكو في السنوات الحديثة، وسيستمر العمل بالمشروع على مدار الأسابيع القليلة المقبلة من أجل استقرار تدفق النفط الخام والأنشطة ذات الصلة ببدء التشغيل التجريبي لهذا المشروع الضخم. كشف مجلس التنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين يبلغ حوالي 2.3 مليار دينار من مجموع الاستثمارات، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي لصحيفة اليوم السعودية، حيث أكد فيه أن وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين تقوم بالإشراف المباشر على مشروع جسر الملك حمد بالتعاون مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في سبيل تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار. وقد أوضح الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل من خلال عمله ضمن اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي على دعم التقدم في تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة الترابط والتلاحم بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1725 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 10 أكتوبر الجاري وتنتهي في 9 يناير من العام المقبل. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.2% مقارنة بسعر الفائدة 4.18% للإصدار السابق بتاريخ 3 أكتوبر الجاري. هذا وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.95%، وقد تم قبول أقل سعر للمشاركة بوقع 98.93%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 138%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.1 مليار دينار. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بتراجع نسبته 0.8% مقفلا عند مستوى 1324 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,978,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 468,000 دينار تم تنفيذها من خلال 40 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 8.25% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7904 نقاط بانخفاض بلغت نسبته 0.43%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2777 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.12%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5020 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.34%، وكان الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي النقاط على الحروف في مقابلة سموه مع وكالة بلومبرج، مؤكدا على قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بعد مرور 3 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، مشددا في الوقت ذاته على المستقبل المشرق الذي ينتظر المملكة العربية السعودية. المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي. بعد مرور نحو 3 سنوات على إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تأتي التأكيدات من جديد لتبشر بتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما عبر عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مقابلة مع وكالة بلومبرج بأنها كانت سنوات جيدة، حيث تطرق ولي العهد السعودي إلى العديد من المواضيع الاقتصادية في مقابلته، منها ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 90%، بالإضافة إلى التأكيد على أن السعودية ستكون في عام 2019 لديها أكثر من 20 قطاعا تجاريا قد تم خصخصتها، والعديد منها في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة. وفيما يتعلق بأسواق وشركات النفط، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اكتتاب شركة أرامكو السعودية سيمضي قدما بطرح 5% من أسهم الشركة في أوائل عام 2021، وأشار أيضا أن صفقة استحواذ أرامكو على حصة من شركة سابك هو قرار منطقي اقتصاديا واستراتيجيا. كما أوضح الأمير محمد بن سلمان بأن سعر النفط يعتمد على العرض والطلب، وأنهم لا يقررون إذا كان صحيحا أم لا، الأمر الذي اعتبره الخبراء الاقتصاديون بأنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض أسعار النفط العالية. وأشار الأمير محمد بن سلمان على أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في سوق الأسهم، وكانت أبرزها شراء حصة بنسبة 5% من أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية. وتشير جميع هذه التصريحات الإيجابية إلى أن المملكة العربية السعودية في طريقها للازدهار اقتصاديا أكثر من أي وقت مضى. أكد صندوق النقد الدولي استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2018 و2019 بعد انكماشه بنسبة 9% العام الماضي. وقال الصندوق في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بمعدل 2.2% العام الحالي و4.2% عام 2019 بزيادة قدرها 5% عن التوقعات السابقة. وأوضح التقرير أن هذا النمو هو نتيجة تطوير المملكة للسوق المالية خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام. قال مسؤول بقطاع الاستثمار في دبي إن قانونا جديدا يتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقتصر فقط على بعض قطاعات الاقتصاد، مما يقلص المخاطر من اضطراب أنشطة الأعمال القائمة. وقال مجلس الوزراء الإماراتي الذي يرأس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مايو أنه سيسمح للأجانب بتملك 100% من بعض الشركات التي مقرها دولة الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية عند 49% بنهاية 2018.
وقال رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن القانون سيطبق فقط على قطاعات استراتيجية في الاقتصاد. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بسبب تأثرها بالرسوم التي فرضها ترامب، فورد موتور تعتزم تسريح أكثر من 24 ألف عامل. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بواقع 5.3% خلال العام الجاري و 5.5% في 2019، ارتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 4.2% خلال العام الماضي. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2018 أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة للحفاظ على الاقتصاد الكلي. وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 40 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 44.459 مليار دولار. صعد الفارق بين تكلفة الديون الإيطالية ونظيرتها الإسبانية إلى أعلى مستوى في نحو 20 عاماً، في إشارة على بقاء المستثمرين غير قلقين بشأن مستقبل منطقة اليورو رغم قفزة عوائد السندات الحكومية في روما. وصعد العائد على الديون الحكومية في إيطاليا لأجل 10 سنوات إلى 3.672% بعد أن سجل 8.69% في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014. ويأتي صعود عوائد الديون الإيطالية عقب فشل وزير المالية في البلاد جيوفاني تيريا في تخفيف قلق المستثمرين المتزايد بشأن الخلاف مع بروكسل، وذلك حول عجز الموازنة، وذلك خلال حديث بخطاب برلماني. بلغ التضخم في فنزويلا 233.3% في سبتمبر، لترتفع أسعار السلع بنسبة 342% على سنة، وذلك وفق تقرير نشره البرلمان، وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال النائب إخوان أندرس ميخيا للصحفيين إنه بلغ التضخم السنوي 342.161%، وقال ميخيا أن هذا يعني أن التضخم سيزيد عن 1,000,000% في نهاية السنة، وهو رقم يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي. وفي أغسطس أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن خطة لإحياء الاقتصاد أمام الأزمة الخطرة التي يمر بها، تنص بشكل خاص على زيادة الحد الأدنى للأجور ب30 مرة، وتعويم العملة المحلية البوليفار بنسبة 96%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين. تعرضت مصفاة لشركة إيرفينغ أويل بكندا لانفجار كبير تلاه حريق صباح الاثنين، مما أسفر عن تعرض بعض العاملين فيها لإصابات. ووقع الانفجار في المصفاة الواقعة في سان جان في نيو برونسويك شرقي كندا، التي تعد الأهم في البلاد كونها تنتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس. وقالت الشركة الكندية في تغريدة على تويتر إلى أنه تم التأكد من أوضاع كافة الموظفين والعمال المتقاعدين في الموقع، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمصفاة القريبة من حي سكني، وتم وضع المستشفى الإقليمي في حالة استنفار. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
من المقرر أن تقوم شركة فورد موتورز الأمريكية بتسريح أكثر من 24 ألف عامل في إطار إعادة هيكلة يبدو أنها تأثرت بالرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقال موقع NBC نيوز أن خطة الشركة الأمريكية لخفض الوظائف تأتي في الوقت الذي تكافح فيه من أجل مواكبة منافسيها جنرال موتورز وفولكس فاجن. وكشفت فورد التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25.5 مليار دولار في يوليو الماضي النقاب عن خططها لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم دون تحديد مدى الخطة.